فنان عبد العزيز التاجي وبقيه الفنانين على هذه المبادره الطيبه اللي بلا شك غادي تدخل الفرحه والسرور على العائله ديال السي ميمو الوجدي الله يشافيه. ثاني حاجه يعني كنبغي ناكد بشكل قوي جدا على واحد الاشاعه كانت خرجت في الايام الاخيره ديال الوفاه ديال الفنان ميمو الوجدي. ديروا لي لي تيكي وكما قلنا كتبدا من الوزاره الله يجازيها بخير وغنمشيو. علاش حنا غادي نجبدوا بجيوبنا ونبداو جيوبنا؟ راه هما هذوك، حنا داك هو الريدو اللي كنطلعوه هو الغنى ديالنا، هذاك هو المحل اللي كنحلو كنترزقوا فيه الله، ونعملوا سهره ونجمعوا داك الرصيد ونديو لواحد العزه اللي هو المصاب، هذا هو. شكرا. انا راه كاين احسن رشيد بري عراوي نزاعم بزاف، هذا الشيء انهم هما بحالي ما فاهمينش، ما كانوش فاهمين، لان احنا ما جبناش وحنا ما عارفينش بان المديريه ديال المسرح ولا بانهم هما اصلا واقفين من بعد خونا حبيبنا عبد العزيز السيسي، يعني هو صاحب المبادره، هو صاحب الشيء كامل، يعني هو باش بدا. انا على يقين ان مني بدا راه ما يمكنش يحبس، غادي يكمل. ومني كانت الهضره بيناتنا يعني كاملين قلت اودي لا راه هادي كاين، ولكن مني فهمت صافي راه كيفاش ما يمكنش لي انا ما نكونش مع هاد الناس الزوينين، هاد الناس واعرين، وخونا وحبيبنا اللي هو الشاب ميمو الله يشافيه وعبي باب المنبر، يعني خصنا ضروري نكونوا حاضرين. اذا هضرت راه انا هضرت بحالي بحال اي واحد، وعاد واحد القضيه لافيش ما عجبتناش، فهمتيني؟ لافيش في هذاك الفنانين الصغيورين وبزاف، ماشي انا زعما ما عجبتهمش هذه القضيه والنيشان، راه هذه هي الحقيقه في دقيقه. ديال الله ربي. كل شيء ديال الله. طبعا من اجل اقامه هذا الحفل الفني الكبير اللي غترجع العائله ديالو كامله فائده رائد فن الراي المغربي ميمو الوجدي. فمرحبا بكم مره اخرى الاخوه الصحفيين، وطبعا الدواء هذه يعني اللي عنده شي سؤال او شي تساؤل فيتفضل يطرحه. قبل ما نبداو ناخذوا الاسماء ديال الصحفيين اللي غادي يتدخلوا باش تكون سؤال جواب. شكون اللي بغا يتدخل؟ شكون اللي عنده شي سؤال من الاخوه الصحفيين؟ جيدة جيدة الاصوات. جريدة أصوات أصوات الأخ كاين الأخت هي الاسم الكريم هاجر شرفي. شكون آخر من الإخوة؟ زكية البريف منتخب. شكون اخر من الاخوان؟ بين قوسين ماشي صحفي، هو في فؤاد الشاعر الغنائي. الشاعر الغنائي اسم الفنان اسم الشاعر غنائي الشاعر غنائي الشاعر غنائي شرفي نسيتي اسم كريم؟ دوافي فؤاد. دوافي فؤاد شرفي نسيتي دوافي فؤاد. شكون اخر من الاخوان؟ اذا قبل ما نعاودوا نفتحوا النقاش شيماء سعيد. شيماء سعيد جريدة بنكر. شكون اللي بغا يدخل عاوتاني؟ إذا قبل ما نعاودو نكتبو لها لائحة جديدة، نبداو أول سؤال عند جريدة أصوات الأخت هاجر، فلتتفضل مشكورة. تفضلي أختي هاجر، تفضلي مرحبا بك، طرحي السؤال من البوديوم. أهلا مرحبا بكم. قربي شويه. اهلا ومرحبا بكم، ولقاء كبير توجدنا معكم مع السيد عبد العزيز الفنان الفنان الكبير السيد الحاجي هو الفنان الكبير. عندي غير واحد سؤال كما غنسول لكم، اللي هو كيداول في السوشيال ميديا فيسبوك وعمل ضجه، هو تيقول بان انسحاب سي والفنان عادل المنودي، وبغينا غير تاكدوا لنا واش هذا الشيء كاين ولا ما كاينش. شكرا. نعطيو السؤال الذكية زهوان بالبريس. السلام عليكم ومرحبا بكم. كنبغيو الزيارة، كنبغيو اللي يدق علينا، كنبغيو اللي يسول علينا، كنبغيو اللي يفاتش فينا ويحن علينا، لأن كنكونوا في حالة ضعف. كنتسناو الله سبحانه وتعالى وكنتسناو الأحباب. فهاد البادرة هي من المشكورة،
مشكوره، لان حنا هادشي تربينا فيه مع جيراننا ملي كنا صغار، تربينا فيه. ثانيا انا ما يمكنش جاتني دعوه ديال انني نقوم واحد السهره لا للاستاذ ميمون ولا غيره. احنا فما حد قادين نعطيو وقادين نديرو بحال هاد الحركات، احنا بابنا مفتوح ويدينا الممدوده لا يجيب ضرر. ولكن هاد الحاله احنا ما كنتاخروش عليها، انا كنهضر على راسي. انا بالنسبه لواحد الصحفيه قالت لك المسائل الماديه، انا عندي حل. المسائل الماديه انا عندي حل، ما يمكن لنا شي، حنا غادي نديرو هذا نوطاجي طائره نتاع ندور على المغرب. حنا تبارك الله المغرب اليوم كيعرف واحد العادات ديال المهرجانات، العادات ديال المهرجانات لا في المدن ولا في القبائل. علاش في كل مهرجان ما نكرموش واحد الفئه ديال الفنانه؟ كل مهرجان هذه الفكره ديالتنا، كل مهرجان نكرموا فيه فنان. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.